بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنكمل الصعوبات النمائية. شرحنا المرة اللي فاتت صعوبات الانتباه، وقلنا ان المرة القادمة انها اتأخرت شوية هناخد صعوبات الادراك. هنبدأ النهاردة في صعوبات الادراك، وهي تاني نوع من الصعوبات النمائية. ايه هو الادراك؟ مبدئيا كده هو العملية النفسية التي تسهم في الوصول الى معاني ودلالات الاشياء والاشخاص والمواقف التي يتعامل معها الفرد عن طريق تنظيم المثيرات الحسية المتعلقة بها وتفسيرها وصياغتها في كليات ذات معنى. يعني هو عبارة عن عملية نفسية بتساهم في الوصول لمعاني ودلالات الاشياء والاشخاص والمواقف التي يتعامل معها الفرد، وده بيتم عن طريق تنظيم المثيرات الحسية المتعلقة بها وتفسيرها وصياغتها في كليات ذات معنى، يعني في أشكال ودلائل ذات معنى. بعد كده عندنا صعوبات الإدراك، دي أنواع: صعوبة الإدراك السمعي، صعوبة الإدراك البصري، وصعوبة الإدراك اللمسي، وصعوبة الإدراك التسلسلي. يبقى قلنا عندنا 4 أنواع من الصعوبات، هناخدهم بالترتيب. أستاذ عمر، إن شاء الله في آخر المحاضرة هعمل مراجعة سريعة على المحاضرة اللي فاتت. أنا كنت ناوي أبدأ بيها النهاردة، بس عشان التأخير اللي حصل فقلت أدخل في الموضوع على طول عشان الوقت. قلنا عندنا أنواع صعوبات الإدراك: صعوبة إدراك سمعي وإدراك بصري، وصعوبات إدراك لمسي، وصعوبات الإدراك التسلسلي. صعوبات الإدراك، قلنا صعوبة إدراك سمعي، وصعوبة إدراك بصري، وصعوبة إدراك لمسي، وصعوبة الإدراك التسلسلي. الصوت واصل يا جماعة ولا بيقطع ولا في إيه؟ أنا بظبط فيه من عندي. صوت واصل، بس هو بيقطع، بس مش أكتر. هو بيقطع بس مش أكتر. كملي حضرتك، وأول ما يقطع الصوت هننبه حضرتك إن الصوت بيقطع. تمام؟ اتفضلي. ماشي اوكي. هنتكلم اول حاجة عن الادراك السمعي، وهنقول هو قدرة الفرد على التعرف على ما يسمع وتفسيره. يعني ان الفرد يكون قادر ان هو يتعرف على الصوت اللي بيسمعه، ويفسر كمان الصوت ده عبارة عن ايه بالظبط، ايه الكلام اللي بيتقال. يعني ممكن حد يكون بيسمع بس مش عارف يفسر ايه اللي بيتقال، مش سامع كويس، مش عارف انت بتقول ايه، فحاسس ان في صوت لكن ايه هو الصوت ده مش عارفه. بعد كده عندي في اشكال بتنبهنا، نماذج. يعني عندي مثلا صورة منبه، صورة طفل، صورة عصفور، صورة شاكوش. كل دي اصوات، يعني ان الشخص يقدر يفرق بين صوت الآلة، صوت المنبه، صوت الطفل، صوت الحيوان، صوت الطائر، صوت الكمبيوتر. يعني يقدر يفرق اي الاصوات اللي صادره، مش سامع صوت بس، لكن بيدرك ايه نوعية الصوت دي، بيقدر يفسر هو ده ايه. بعد كده عندي هنقول في الادراك السمعي اكتر من فرع. عندي ادراك النطق والتمييز السمعي والمزج السمعي والذاكرة السمعية والتحليل السمعي. قسم إلى إدراك النطق. قطع من أول فين؟ طيب أعيد، أنا هعيد الجملة دي من الأول. الخطوة دي عندي إدراك السمعي بينقسم إلى إدراك النطق والتمييز السمعي والمزج السمعي والذاكرة السمعية والتحليل السمعي. بعد كده عندي إدراك النطق، ده عبارة عن إيه؟ تعتبر عملية إدراك النطق عملية ضرورية لتعلم القراءة الصحيحة عن طريق معرفة أو إدراك ما يسمعه. يعني هو عملية ضرورية لتعلم القراءة الصحيحة، ده عبارة عن عملية
من خلالها بيتعلم الشخص القراءة الصحيحة عن طريق معرفة أو إدراك ما يسمعه. بعد كده عندي في نشاط، النشاط ده بيوضح لنا إزاي تميز النطق. عندي ارفع يدك إذا كانت الكلمتين مختلفتين، ولا ترفع يدك إذا كانت متشابهتين. ده لو احنا بنشرح شرح في محاضرة قدامنا سبورة، أو بنشرح لطفل أو شخص، هنقوله شعر وشهر، شعر وشعر، سوري، شعر وشهر، ذهبة ذهبة، نحلة نخلة. يعني بنشوفه هيقدر يفرق في النطق بين الكلام، ولا هيسمع شعر زي شهر، هيسمع نحلة زي نخلة، هيسمع عصر زي نصر، هيسمع مثلا سحر زي سحر. دي سحر ودي سحر، بس في الكلام متشابهتين هم. ممكن ينطق سحر وسحر بمعنى، يفهمهم بمعنى واحد، لأن الكتابة واحدة بس النطق مختلف والمعنى كمان مختلف. برضو عندي قرش وقرص، يعني قرص، قرص وكرش. القرص ده اللي هو القرص، لكن الكرش ده اللي هو عملة، أو ممكن يكون مقصود بيها اللي هو سمك القرش. يعني الهدف من النشاط ده اللي هو ازاي يفرق الشخص بين الكلمات المتشابهة في الشكل، بس نطقها مختلف ومعناها مختلف، وازاي يقدر يفرق بين، مش شرط شكل الكلمة بس، اهم حاجة النطق عنده. ده بالنسبة بالظبط باب وبابا. بعد كده عندي التمييز السمعي، هو القدرة على التمييز بين الأصوات أو الحروف المنطوقة، وتحديد الكلمات المتماثلة والمختلفة. يعني الشخص بيقدر يحدد الكلمات اللي شبه بعض والكلمات المختلفة، الكلمات اللي صوتها مختلف عن كتابتها. يعني في الكتابة زي ما وضحنا في المثال السابق، عندي سحر وسحر، في الكتابة متشابهين هم، لكن في النطق والمعنى مختلفين. ممكن كلمة بتفرق في نقطة زي نحلة ونخلة، الاتنين اختلفوا في المعنى خالص بسبب نقطة، فممكن هو يشوفها الاتنين معنى واحد ما يقدرش يفرق بينهم. أهم حاجة يقدر يفرق التمييز السمعي بينهم. قلنا إن احنا نقدر نميز بين الحروف والأصوات المنطوقة وتحديد الكلمات المتماثلة والمختلفة. بعد كده عندي اخد نشاط بقى على النقطة دي اللي هي نقطة التمييز السمعي. احنا خدنا قبل كده نشاط على إدراك النطق. أميز السمع ازاي بقى؟ لو أنا عندي يعني أشخاص أو طلاب بشرح لهم، هقدم لهم نشاط زي ده وأقول لهم اسمع ووضح، أو اسمع وضع خطا تحت إحدى الكلمتين والتي تتطابق مع الكلمة المسموعة. إحنا عندنا أول صف سمر، سمر وثوب وغيث وحارس. كل كلمة من الأربع كلمات دول يقابلها كلمتين، كلمة صحيحة تشبه الكلمة نفسها الأصلية وكلمة مختلفة. هيسمع الكلمة وهيشوف الكلمتين الاختياري دول أنهي كلمة فيهم متشابهة مع الكلمة الأساسية اللي هي الأولى. عندي سمر وسمر، الاتنين ممكن يتنطقوا كنطق كده واحد إذا في سمر الأساسية ما بانش حرف الثاء، ما طلعناش لساننا فيه، فممكن نقراه زي سمر. لكن لا، الشخص الطبيعي اللي هيميز سمعي صح هيقول لك ان الكلمة المتطابقة ليها كتابة ونطقا هي ثمر اللي هي الاختيار الثاني، وهكذا في ثوب قدامه شوط ولا ثوب، غيث قيس غيث، حارس حارس حادث، وهكذا. وفي جمل ممكن تكون مكتوبة كلام وحروف مختلفة بحيث ان احنا نشوف
الشخص فاهم وهيقدر يميز ولا لا. بعد كده عندي التسلسل السمعي، وهقول ان هو تذكر ترتيب تسلسل الفقرات او المثيرات في قائمة من الفقرات المتتابعة. يعني هي تذكر ترتيب تسلسل الفقرات او المثيرات في قائمة من الفقرات المتتابعة. ده بالنسبة للتسلسل السمعي. بالنسبة للإدراك البصري، بيعرف على إنه عملية تفسير المثيرات البصرية وإعطائها المعنى والدلالات، وتحويل المثير البصري من صورته الخام إلى الإدراك الكلي. وهنا بيلعب الإدراك البصري أهمية خاصة في القراءة. يعني بنقول إن هو عملية تفسير المثيرات البصرية، المثير البصري اللي أنا بشوفه، وإعطائها المعنى والدلالة، وتحويل المثير البصري من صورته اللي هي الصورة الخام إلى إدراك كلي. وهنا الإدراك البصري نفسه له أهمية في القراءة. بعد كده عندي الإدراك البصري في كذا فرع. عندي صعوبة تمييز بصري، وصعوبة إغلاق بصري، صعوبة إدراك العلاقات المكانية، صعوبة التعرف على الأشياء، صعوبة التمييز بين الرموز ومدلولاتها، صعوبة إدراك العلاقات، صعوبة الإدراك الحركي. يبقى عندي صعوبة تمييز بصري، صعوبة إغلاق بصري، صعوبة إدراك العلاقات المكانية، صعوبة التعرف على الأشياء، صعوبة التمييز بين الرموز، صعوبة إدراك العلاقات. صعوبات بتندرج تحت الإدراك البصري، هناخدها بالترتيب كده. صعوبات التمييز البصري، المقصود به القدرة على تمييز الأشكال وإدراك أوجه الشبه والاختلاف بينهما من حيث اللون والشكل والحجم والعمق والكثافة، وتقاس عن طريق إدراك الشكل المختلف بين مجموعة من الأشكال المتماثلة. يعني عندي صعوبات التمييز البصري، وهنقول إن هي عبارة عن قدرة الشخص على تمييز الأشكال وإدراك أوجه الشبه. يعني بيميز الشكل ويدرك أوجه الشبه والاختلاف بينهما من حيث اللون والشكل والحجم والعمق والكثافة، وده بنقيسه عن طريق إدراك الشكل المختلف بين مجموعة من الأشكال. يعني نجيب مجموعة من الأشكال كده، وهديكم مثال دلوقتي عليه. نجيب مجموعة من الأشكال ونميز الشكل المختلف في مجموعة الأشكال دي. مش ساعات في كده مسابقات يقول لك طلع لي أوجه الشبه بين الصورتين، يجيب لك صورتين ويقول لي طلع لي أوجه الشبه نفس الشخصية مثلا بس تكون الصورة مختلفة. هي دي صعوبات التمييز السمعي، أو هو ده التمييز عفوا هو ده التمييز البصري، إن أنا أقدر أطلع الشكل من بين مجموعة الأشكال زي ما عملنا في التمييز السمعي. طلعنا الشكل بس إحنا بنسمع دلوقتي، بنشوف الكلمة ونطقها مختلف عن الكلمتين التانيين في ايه. بس التمييز البصري بقى بجيب ممكن شخص، ممكن مجموعة اشكال، ونشوف الشكل المختلف بينهم فين. انا ممكن اجيب مجموعة من القطة مثلا، واجيب كذا يعني قطة تانية جنبها، واشوف في حركة او شخص، اشوف الصورة المختلفة بينهم هي فين اصلا. في نشاط للتمييز البصري وتحديد أوجه الشبه والاختلاف، و هحاول أعرضه لكم. هو ده التمييز البصري وتحديد أوجه الشبه والاختلاف. اكتشف الصورة التي تشبه الأصل بوضع دائرة عليها زي ما عملنا في التمييز البصري بالظبط. بنشوف الكلمة اللي شبه الكلمتين التانيين، اللي الكلمة اللي يعني الكلمة المختلفة في الكلمتين التانيين، أو الكلمة اللي تشبه الأصل في الكلمتين اللي موجودين زي ما قلنا. بعد كده عندي نشاط بيقولي لون الشكل الذي له نفس الشكل والحجم الموضح على اليمين. ده نشاط آخر ممكن نعتمد عليه في التمييز البصري، اننا نلون الشكل الذي له نفس الشكل والحجم الموضح عليه. ده عبارة عن تدريب، بندرب الشخص على ان هو يفرق بين الاشكال، ونقول له يعني عندي الدايرة اللي هي فيها خط في النص دي، في شكل شبهها في الاشكال المتواجدة،
فبنقول للطفل أو الشخص لون الشكل ده، ولون الشكل اللي يشبه ده عشان نشوف هنا هيقدر يفرق بين الدايرة المقسومة والدايرة المفتوحة ولا لأ، أو بين الأشكال الموجودة ولا لأ، وهكذا. لو شكل مثلا قمر، نص دايرة، مربع، مستطيل، وله شبه في الدوائر، دي كلها طبعا حاجات مفهومة، وده عبارة عن نشاط بتقدمه للطفل. أكيد أنت هتكون فاهمه لأن أنتوا أكيد فاهمين الحاجات دي كلها. التمييز البصري للحجم، وهو إننا بنعرض مجموعة من الأشكال ذات أحجام مختلفة ونشوف هل الحجم متناسب ولا مش متناسب. زي عندي النشاط صفحة 38، أستاذة مريم ممكن تجيبه لنا. زي النشاط ده كده بالظبط، مجموعة من الأشكال ذات أحجام مختلفة، ونقول له فرق لنا بقى بين الأشكال دي، ميز لنا الأحجام دي مختلفة شبه بعضها، ايه الشكل المختلف فيها، ايه الشكل الأكبر أو الشكل الأصغر اللي بيختلف عن باقي الأحجام بتاعة الأشكال. وعامة مش شرط أشكال، ممكن أحجام حيوانات، أحجام أي حاجة تانية. عندي بعد كده صعوبات الإغلاق البصري، وهي القدرة على التعرف على الصيغة الكلية من خلال صيغة جزئية أو معرفية. توصل يا جماعة؟ مفيش صوت، صوت قطع الصوت كده. وصل؟ تمام، وصل. الصوت وصل تمام، وصل كده؟ سامعيني؟ وصل وصل الصوت. ماشي تمام. ماشي، بعد كده عندي صعوبات الإدراك الإغلاق البصري، وقلنا هو القدرة على التعرف على الصيغة الكلية من خلال صيغة جزئية أو معرفية. ده بيتم عندما يفقد جزء من الكل. ماشي، يعني عندما يفقد جزء من إدراكه البصري، مش كل الإدراك، يعني ممكن يميز جزء معين من الصورة لكن مش قادر يميز الصورة كلها، أو هنقول يعني هو فقد جزء من إدراكه لشكل الصورة أو معرفته بيها، أو إن هو مش قادر يعرف الصورة على بعضها. دي بتميز يعني عبارة عن إيه، وده بنقول عندما يفقد جزء من الكل. بعد كده زي النشاط الموضح ده، يعني هو شايف الصورة دي صورة لحيوان تقريبا خروف، فهو شايف جزء من الكل، مش كله، يعني في جزء غايب عنه أو مش قادر يميزه. بعد كده عندي صعوبات إدراك العلاقات المكانية، وهي صعوبات إدراك وضع الأشياء في الفراغات، أي قدرة الطفل على تسكين شيء ما في مكانته لهذا الشيء مع الأشياء الأخرى. هنقولها تاني، صعوبات إدراك العلاقات المكانية هي صعوبات إدراك وضع الأشياء، صعوبات إدراك وضع الأشياء في الفراغات، أي قدرة الطفل على تسكين شيء ما في مكانته لهذا الشيء مع الأشياء الأخرى. بعد كده عندي نشاط بيوضح كده، نشاط صفحة 42، ده نشاط عبارة عن صندوقين. حدد مكان، بيقول لي حدد مكان المقص، في صندوق منهم المقص داخل الصندوق، وفي صندوق آخر المقص خارج الصندوق. بعد كده عندي تدريب بيقول لي أكمل الناقص من الكلمات الآتية، ده طبعا نشاط بيقدم للشخص اللي عنده صعوبة. عندي صعوبة التعرف على الأشياء أو الحروف، وهي ضعف القدرة على التعرف على طبيعة الأشياء عند رؤيتها أو تخيلها، وتشمل هذه الصعوبة مشكلة في التعرف على الحروف أو الأعداد أو الأشكال والأشكال الهندسية. يعني عندي صعوبة التعرف على شيء أو حرف، وده بيشمل ضعف في القدرة على التعرف على طبيعة الأشياء
اول ما شخص بيشوفها يكون عنده ضعف او قصور في ان هو يقدر يفرق او يتعرف على طبيعة الشيء ده ايه، هو الشيء ده عبارة عن ايه، عند رؤيتها او تخيلها. وتشمل الصعوبة دي مشكلات في التعرف على الحرف والعدد والشكل، سواء شكل هندسي، احنا بنقول اشكال هندسية بس ممكن يكون شكل هندسي، شكل حيوان، شكل نبات، اي شكل بيقدم ليه بيكون عبارة عن نشاط مثلا او مثال على اللي فات. صعوبات التمييز بين الاشكال والرموز ومعكوستها، مثل عندنا مثال ليها هو ارقام 2 و6 وسبعة وثمانية والكلمات. يعني هو نشاط هنا، معلش لان الكيبورد كان انجليزي، ف في الاعداد الارقام عندي 2 و6 لما بتكتبوا عربي بيكونوا عكس بعض، 8 و7 نفس النظام عكس بعض. الكلمات عمل علم علم وعمل، بيفرق بينهم في الشكل وفي الرمز ومعكوساتها والتمييز بين الصوت والشكل والكلام من ده. حمل وحلم نفس الأحرف بس معكوسة، الحروف معكوسة. بعد كده عندي صعوبة إدراك العلاقات. صعوبة إدراك العلاقات هي عدم قدرة الطفل على إدراك علاقة الأشياء ببعضها، والأمر ده بيؤثر على قدرات الطفل في التصنيف. تصنيف إيه بقى؟ تصنيف الأشياء. زي عندنا النشاط ده موضح أهو، النشاط ده موضح لنا زي ممكن يكون في صعوبة في تصنيف الأشياء وعلاقتها ببعضها وعدم قدرة الطفل على تمييزها أو تصنيفها في مكانها. يعني إيه علاقة الحاجات دي ببعض؟ البيض علاقته بالدجاجة، الطفل علاقته بالحليب بتاعه، الأولاد علاقتهم الشوز، وهكذا. يعني بيوصل لي ايه علاقة كل واحدة ببعضها. وده نشاط ممكن تقدمه ك أخصائي صعوبات تعلم للطفل عشان يقدر يميز العلاقات ببعضها أو يدرك العلاقات. هتشوف بقى الطفل هيقدر يوصل لي كل حاجة ببعضها ولا لا. ودي طبعا أنشطة كتير بتكون موجودة في كتب القراءة أو في كتب تعليم الأطفال اللي بتتباع في المكاتب، وممكن أنت كأخصائي صعوبات تعلم ترشد والد الطفل إن هو يتوجه لأي مكتبة ويحصل منها على هذه الأنشطة، متوفرة كتير. بعد كده عندي صعوبة الإدراك الحركي، وفي برضو نشاط بيقدم ليها ممكن تقدمه انت كمعلم برضو للأطفال بيساعدهم على التمييز. وده الشكل اللي انا اقصده بصعوبات الإدراك الحركي. الطفل بيكون عنده صعوبة مثلا، هيرسم الشكل ده ازاي او الاتجاهات زي ما موضح في الشكل اللي قدامه. بعد كده عندي صعوبات الادراك اللمسي. هناخد اول خطوة عندنا صعوبات الادراك اللمسي وهنقول علاج الصعوبات دي بيتم ازاي. التمييز بين المتضادات عن طريق اللمس، ناعم وخشن، بارد وسخن، طويل قصير، ثقيل خفيف. ده عبارة ده بنقول ده تمييز المتضادات. هتجيب مثلا عندي حاجة ناعمة وحاجة خشنة وأقول له فرق، بارد سخن، طويل قصير، ثقيل خفيف،
حاسة اللمس بتلعب دور كبير في صعوبات التعلم، لأن أنا ممكن أعلم طفل عنده مشاكل في قراءة، في حساب، إن أنا أجيب له الحروف بارزة، وده أنا قلت قبل كده في صعوبات القراءة والحساب، قلت إن أنا ممكن أجيب عبارة عن الأشكال تكون بارزة، وأقول للطفل ميز لي بينها عن طريق اللمس، وده طبعا بيتم مع كل الأطفال أو معظم الأطفال عن طريق المكعبات وعن طريق الألعاب المختلفة اللي الأب والأم بيقتنوها لأطفالهم وهم صغيرين، وده بيتم كمان من قبل الدراسة، من قبل دخولهم في المدرسة، وبيجيبوها لهم على أساس إن هي ألعاب، زي المكعبات اللي عليها أحرف، في مكعبات بيكون عليها أحرف بارزة، وفي أنشطة وكتب ومجلات بيكون عليها أحرف بارزة، ممكن تساعد في كل ده. بعد كده عندي التمييز بين أدوات مهمة واحدة، زي أدوات المائدة، الشوك والسكاكين والمعالق، وأدوات الدراسة، أقلام وكراسات وكتب، وأدوات هندسية، أدوات النجار، خشب، شاكوش، منشار، أدوات الطبيب، سماعة، الترمومتر، جهاز ضغط، الحاجات دي كلها ممكن أقول للطفل الحاجات دي المفروض تكون في البيت. أدوات مائدة دي الحاجات للأكل، أطباق، شوك، سكاكين، معالق، دي أدوات للطعام. عندي أدوات الدراسة، أقلام، كراسات، كتب، الحاجات دي تكون موجودة عند النجار، وممكن ده يتم من خلال أنشطة فيها الأشكال دي كلها. وفي يعني مثلا أجيب السفرة أو المائدة وأجيب الأدوات، أجيب أدوات الدراسة وأجيب مثلا شكل الطفل لابس لبس مدرسة أو شكل المدرسة، أجيب أدوات النجار وأجيب شكل النجار، صورة النجار، أجيب الطبيب وأجيب أدوات الطبيب، وأقول له وصل بقى كل واحدة ببعضها. ماشي تمام، واضح الصوت كويس؟ يا ريت لو الصوت كويس حد ينبهني. تمام، بعد كده عندي التمييز بين صفات مشتركة، زي زجاجة بها مياه باردة وزجاجة بها مياه سخنة، وهكذا. صعوبات إدراك التسلسل، بعد كده صعوبات إدراك التسلسل، زي مثلا أنا ما هتطلعش نشاط هنا، بس زي ما أنا أجيب الأرقام وأجيب مثلا أرقام شبه بعض، 1 2 3 يعني تسلسلها مظبوط، وأجيب أرقام تانية تسلسلها متلخبط، وأقول للطفل ميز لي بين الأشكال، يميز لي بين التسلسل المظبوط والتسلسل الخطأ. ممكن أجيب له أحرف وأقول له ميز لي هل الأحرف دي كده مترتبة صح ولا لأ. ممكن أجيب له من كبير لصغير، من حجم كبير لحجم صغير، من شكل كبير لشكل صغير، أشوف هيقدر يفرق لي، وطبعا بيماثل الأشكال أو المثال اللي هيرتبه لي أو يسلسله لي مظبوط، تصاعدي تنازلي، حاجات تانية بس متلخبطة، وأشوف هيقدر يفرق لي بين الصح والغلط ولا لأ. بعد كده هناخد صعوبات الذاكرة. ايه هو التذكر مبدئيا كده؟ هو قدرة الفرد على تنظيم الخبرات المتعلمة وتخزينها ثم استدعائها للاستفادة منها في وقت، في موقف حياتي او موقف اختباري. يعني انت بيكون عندك حاجات موجودة في الذاكرة اصلا بتخزنها، حاجات زي اللي اتعلمتها، زي المواقف اللي حصلت لك في الحياة، زي اي موقف تعرضت ليه، في انك انت تشوف هتقدر تعمل فيه ايه او تواجه المشكلة دي ازاي. بس كل موقف من دول بيدرك تحت
حاجة اسمها الذاكرة، إن أنا هقدر أرجع الموقف ده في وقته أو هفتكره لما يجي قدامي. يعني مثلا أنا خدت درست قبل كده إحصاء، هل لو قدامي مسألة إحصاء دلوقتي هفتكر الحاجات اللي أنا درستها فيها؟ برضو التذكر ده بيكون عليه عامل كبير، يعني في حاجات كتير في حياتنا أكيد ممكن نكون فاكرينها، وحاجات تانية عشان هي وقتية. يعني ممكن أنا أكون درست فيزياء، أنا دلوقتي مش فاكرة حاجة في الفيزياء بس أنا درستها، بس عشان هي كانت وقت معين عندي فلسه في الذاكرة، بس ممكن لو جت قدامي أفتكر الحاجات اللي أنا خدتها فيها، زي الحاجات اللي بناخدها مرة واحدة في حياتنا وبعد كده بيكون فاضل فيها أو باقي منها في الذاكرة حاجات لطيفة بس مش كلها. برضو بترتبط اضطرابات عملية الذاكرة ارتباطا وثيقا بكل اضطرابات من بكل من اضطرابات الانتباه والإدراك، على أساس أن عملية الانتباه وما تنطوي عليه من الخصائص القصدية أو الإدارية والانتقائية، وعمليات الإدراك وما تنطوي عليه من تفسير لهذه المدركات وتأويلها وإعطائها المعاني والدلالات تشكل مدخلات عمليات الذاكرة. لذا فإن أي اضطراب يصيب الإدراك أو الانتباه أو كلاهما يؤثر بالذاكرة. يعني عندي أي مشكلة هتحصل عندي في الإدراك أو الانتباه هتأثر لي طبعا على الذاكرة. يعني أنا لما أكون مش قادر أفرق بين أشكال أو بين حاجات طبعا مش هفتكرها لما تيجي قدامي تاني. برضو لما أنا يحصل عندي مشكلة إن أنا مش قاعد منتبه للدرس أو الحاجة اللي أنا باخدها بعد كده مش هفتكرها. عشان كده بنلاقي حياتنا في حاجات بنفتكرها وحاجات لأ، كان حصل مشكلة في الإدراك، مشكلة في الانتباه. مش شرط تحصل للأطفال على فكرة الحكاية دي، ممكن تحصل للكبار وممكن تحصل في سن متقدم كمان. بعد كده هناخد حاجة اسمها مكونات الذاكرة، وهنقول إن المسجل الحسي والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة العاملة والذاكرة طويلة المدى، دول 4 حاجات بيندرجوا تحت مكونات الذاكرة. طبعا كلنا عارفين الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى والذاكرة العاملة. المسجل الحاسي ده اللي هو بنفتكر بيه الحاجات اللي احنا لمسناها، زي ملمس الخشن والناعم، البارد والسخن، ده اسمه المسجل الحسي اللي بيتكون عندنا في الذاكرة. يعني مثلا زي ممكن أمسك بإيدي سكر ناعم سكر خشن، ماء بارد وماء سخن، ده عبارة عن تسجيل حسي لحاسة اللمس أو الحواس نفسها، فبفتكرها. لو انا جيت لمستها بعد كده بفتكر ان الملمس ده ناعم او الملمس ده خشن، الملمس ده سخن او بارد. الذاكره قصيره المدى والذاكره طويله المدى، الذاكره قصيره المدى الحاجات القريبه اللي انا اقدر افتكرها، اللي حدثت السنه اللي فاتت مثلا او الشهر اللي فات واقدر افتكرها. الذاكره طويله المدى دي اللي ممكن حاجات ذكريات من ايام الطفوله هقدر افتكرها ولا لا، وهكذا. هي عبارة عن مكونات الذاكرة. بعد كده عندي الاستراتيجيات العلاجية لاضطرابات الذاكرة، استراتيجية التسميع واستراتيجية الإتقان أو إدراك التفاصيل واستراتيجيات التوجه أو التعيق والانتباه واستراتيجيات استخدام معينات الانتباه واستراتيجيات النقل أو التحويل واستراتيجيات تصنيف المعلومات واستراتيجيات التخيل واستراتيجيات استخدام معينات لحل المشكلات وتنشيط الذاكرة واستراتيجيات استخدام المعينات العامة واستراتيجيات استخدام ما وراء الذاكرة. هناخدهم بالترتيب وهنقول عندنا أول حاجة استراتيجيات علاج اضطرابات الذاكرة، استراتيجية التسمية. انت بتطلب من الطالب اللي عندك تسميع المثير او المادة المتعلمة لفظية، لفظ او كتابة او تكرار دراسة معينة بأي طريقة اخرى.
يعني انت تطلب من الطالب عندك تقول له سمع لي المادة اللي انت سمعتها او المادة اللي انت درستها، زي مثلا لما كانوا بيخلونا نحفظ دروس ونسمعها قرآن ونسمعه، دايما كان في مادة الدين هو اكتر حاجة متركزة على استراتيجية التسمية ديت، يقول لك سمع الدرس الفلاني او قول لي فهمت ايه. عفوا، في حصة التربية الدينية يقول لي سمع لي اديني جزء من سورة ويقول لي سمعها لي. في اي حصة تانية مثلا يقول لي سمع لي ده اشرح لي الدرس اللي فات او افتكره لي، سواء كان كتابة سمع لي النشيد في اللغة العربية مثلا، حفظت النشيد ده سمعه لي. سواء بقى كتابة او لفظي كده ان انا كنطق اقراه ايا كان، بس كانت اكتر طريقة دارجة اللي هي تسمية اللفظي. وما زالت بعد كده عندي تاني استراتيجية اسمها استراتيجية الاتقان او ادراك التفاصيل. عندي استراتيجية الاتقان او ادراك التفاصيل، وفيها يطلب من الطلاب استخدام عناصر المثير او المادة موضوع التعلم وتحديد معناها. استراتيجيات الاتقان او ادراك التفاصيل، لان الصوت بيروح، انا مش عارفه هو موجود دلوقتي ولا لا، فلو موجود يا ريت حد ينبهني. ماشي، استراتيجيات الاتقان او ادراك التفاصيل، فيها يطلب من الطلاب استخدام عناصر المثير او الماده موضوع التعلم وتحديد معناها الاساسي ثم وضعها في جمله. يعني هنا بنطلب من الطلاب استخدام عناصر المثير او الماده موضوع التعلم تحديد معناها الاساسي ووضعها في جمله. يعني اقول للطلاب هات لي الكلمه دي في جمله، او الشرح اللي احنا شرحناه ده ايه اللي انت استفدت لما بنحكي قصه كامله او نشرح درس كامل، نقول ايه اوجه الاستفاده من الدرس، ايه اوجه الاستفاده من القصه. زي ما بنحكي قصص مثلا الاطفال عن الانبياء، عن اي طرائف جحا، اي اسطوره، علاء الدين، مش عارفه ايه، الحاجات دي كلها اللي احنا بنديها للاطفال بيكون فيها مواقف. ايه اللي اتعلمناه من الدرس بتاع النهارده؟ اتعلمنا الامانه، اتعلمنا الصدق، اتعلمنا كذا وكذا وكذا. فده اللي بنقصده باستراتيجيات الاتقان او ادراك التفاصيل للماده. يعني في حاجات كده في النص هي اللي بتبقى مغزى القصه كلها. يعني انا عايزه اوصل لك ايه، ان القصه اللي انا حكيتها لك او الدرس اللي احنا اخدناه النهارده، المغزى بتاعه او الفايده بتاعته كلها، ان انا عايزه اقول لك ان في خلال الحوار ده كله او في خلال القصه دي كلها، انا مش عايزه اقول لك تحكي لي الاحداث، ان روح ان جحا مثلا راح لصديقه النهارده، ان صديقه قال له مش عارفه ايه النهارده، لا انا عايزه اقول لك المغزى بتاع القصه كلها على بعضها. هل يعني القصة دي بتقول لنا ايه اخرة عدم الامانة او ايه اخرة الامانة؟ هل الانسان الامين هو اللي كويس او الانسان الكاذب هو اللي كويس؟ يعني انت اختار، انا اديتك الوحش واديتك الحلو، اختار انت بقى وقول لي الدرس ده هنتعلم منه ايه. عايزاه يوصل في الاخر لمعنى ومغزى معين في الدرس. قول لي جملة بس توضح لي الكلام ده كله. الطالب ممكن يروح قايل ايه الصدق ينجي، هذا معنى الجملة كان في الدرس او في موضوع الدرس. بعد كده عندي استراتيجية التوجه او التهيئ والانتباه، وفيها بنقوم توجيه انتباه الطالب الى المهمة او المشكلة والموقف، مثل اثارة اهتمام الطالب وانتباهه او حفزه وتنشيط دفاعيته خلال عمليات التدريس بكلمات مثل انتبه، ركز معايا، عيد اللي انا قلته، وهكذا. استراتيجيات استخدام معينات الانتباه، زي ان انا اطلب من الطالب استخدام الاشياء والموضوعات واللغة وربط المادة موضوع التعلم بشيء يخصه. قلنا استراتيجيات استخدام معينات الانتباه، يطلب من الطالب، انت كاخصائي تطلب من الطالب استخدام اشياء وموضوعات او لغة وربط المادة موضوع التعلم بشيء يخص. ممكن اجيب
زي عندنا مثلا في الجغرافيا لما بيدرسوها في المدارس، المدرس يجيب خريطة عشان يوضح الدرس اللي بيتشرح، ويوضح مصر فين على الخريطة، عمان فين على الخريطة، ليبيا فين على الخريطة، أماكن في دولة معينة فين على الخريطة، وهكذا. ممكن الطالب، ممكن برضو المعلم يستخدم الأحرف أو الأشكال. في فكرة حلوة أوي شفتها في مدرسة، معلمة للصف الأول الابتدائي جايبة لهم كل سنة، كل بداية سنة بتكتب، عجبتني الفكرة أوي، بتكتب الأرقام في لوح مربعات كده، بتقطعها مربعات وتحطها بتدبسها على السبورة بحيث تكون قدام الطالب طول السنة، غير إن هي بتجيب أشكال المربعات دي برضو وتكتب فيها أسماء الطلاب في الفصل كلهم بحيث إن هما يكونوا قدامهم طول السنة. ده يعتبر أسلوب من أساليب التدريس، اللي هو الطالب بيخليك مثلا مش تعرف تكتب اسمك أنت بس، لأن معظم الطلاب في السنة الأولى ابتدائي بيكونوا عارفين يكتبوا اسمهم بس، لكن لو قلت لأحمد يكتب اسم شيماء ممكن معرفش يكتب اسم شيماء. فده بيساعده ان اسم شيماء موجود عنده على السبورة، وطول السنة بقى المدرسة هتقول لفلانة طلعي لي اسمك من على السبورة يا شيماء، شيماء تشاور على اسمها على السبورة او هي تقول لها ده اسمك، وكل الفصل يلاحظ وجود الاسم ده فيفتكره ويعرفه. عندي برضو زي انا قلت هنا، ربط المادة بالشيء. ممكن يجيب لي شكل هندسي، تجيب لي شكل هندسي عبارة عن حروف موجودة كده، هي ترسم لي المثلث على السبورة بس جايبه لي في الأدوات الهندسية كده، بتقول لي هو ده المثلث، هي دي المنقلة، هو ده البرجل، هي دي المسطرة، وهكذا. يا ربط الشيء بالمادة أو الدرس اللي أنا بشرحه، أنا أجيب حاجات مادية مشروحة، أجيب أسماء زي ما أنا وضحت. عندي استراتيجيات النقل والتحويل، تحويل المشكلات والمواقف الصعبة أو غير المألوفة لمشكلات مألوفة وبسيطة والتي يمكن تذكرها. يعني أحكي المشكلة في حاجة من الحياة، يعني وأنا بشرح أو أروح مدي أمثلة من الحياة اللي موجودة، أو موقف صعب أروح موضحة للطلاب أصلا أكتر عشان يثبت في ذاكرتهم وأربطه بحاجة من الحياة، أو مشكلة شبهها بس تكون بسيطة أو تكون حصلت أو يكون الناس كلها عندها خلفية بيها. عندي بعد كده استراتيجيات تصنيف المعلومات، تصنيف المعلومات وفق محاور تصنيفية معينة زي المعنى المشترك أو الخصائص المشتركة، سواء شكلية أو تركيبية أو مكانية أو زمنية. يعني عندي أصنف المعلومات المحاور، الحاجات دي شبه بعض في الشكل، الحاجات دي شبه بعض في التركيب، الحاجات دي شبه بعض في المكان، الحاجات دي شبه بعض في الزمان. او ده بالنسبة للشكل او التركيب او الخصائص المشتركة، يعني عندي اجيب حاجات معناها ممكن يكون قريب من بعض واخلي الطالب يشوفها ويعرف ان ده هو معناه ده، زي ما بيجيب لي مثلا في اللغة العربية حاجة في وسط الدرس ويقول لي معناها ايه، او مضادها وعكسها، او المعنى المشترك بينهم ايه. عندي برضو خصائص المشتركة، ان شكل، تركيب، مكان، زمان، وهكذا. استراتيجية التخيل، ودي بيتم فيها إثارة خيال الطلاب لمحتوى المادة، موضوع التعلم، والعلاقات الكامنة في هذا المحتوى، واستخدام صور تخيلية لها مثل إيقاع بعض الكلمات. إثارة خيال الطلاب لمحتوى المادة، موضوع التعلم، والعلاقات الكامنة في هذا المحتوى، واستخدام صور تخيلية لها مثل إيقاع بعض الكلمات. بعد كده عندي استراتيجية استخدام معينات لحل المشكلات وتنشيط الذاكرة. في الاستراتيجية دي تقوم على استخدام معينات لحل المشكلات وتنشيط الذاكرة، زي حث الأطفال على استخدام مكعبات عدادات الحذف،
والإضافة لعمليات الجمع والطرح بشكل محسوس يساعد الأطفال على تصور بعض العمليات المجردة وتحويلها إلى محسوسات أو حاجات لمسية يقدروا يفتكروها. دي استراتيجية استخدام حل المشكلات وتنشيط الذاكرة. بعد كده عندي استخدام استراتيجيات المعاينات العامة أو استراتيجية استخدام المعاينات العامة، وفي إزاي الأطالس القواميس شرائط الفيديو زيارات المتاحف المصانع المؤسسات المواقع الميدانية المرتبطة بالمادة موضوع التعلم. يعني أجيب أطلس قاموس شرائط فيديو عليها المادة التعليمية اللي بنقدمها، أو أخذ الطلاب في رحلة لزيارة المتاحف اللي ممكن تكون موجودة في كتاب الدراسات أو المصانع اللي ممكن تكون موجودة في درس من دروس اللغة العربية أو التاريخ أو وهكذا، والمؤسسات المواقع الميدانية مرتبطة بالمادة اللي احنا بنقدمها للطالب. عندي بعد كده استراتيجيات استخدام ما وراء الذاكرة، ودي بتقوم على تعريف التلاميذ ان اتخاذ اجراءات معينة يمكن ان تكون لها تكون اكثر فائدة من غيرها في تعلم المادة. يعني انا لما اخد اجراء معين ممكن يكون اكثر فائدة في تعلم المادة ودراستها، زي اعطاء تلميحات عن العوامل التي تساعد على الحفظ اكثر من ان انا اتعلم المادة نفسها او اشرحها لهم. يعني انا اقول له انت ايه اللي ممكن يساعدك على الحفظ او ان انت تفتكر الحاجات دي، او وحدود عمل الذاكرة وتفسيرات لكفاءة وفعاليات تنشيط الذاكرة والأسباب اللي بتؤدي لرفع مستوى الأداء والاحتفاظ بالمعلومات واستخدام المعلومات وتوظيفها بصور منتجة وفعالة. بعد كده عندي بقدم لهم شوية تمارين متنوعة لتدريب التلاميذ على التذكر السمعي للأرقام والحروف. بس شوية أنشطة في الآخر ممكن تساعدكم، أو المادة التعليمية دي هتعبوها كلها إن شاء الله. إن شاء الله أستاذة مريم والأستاذ سيد هيرفعوها على الجروب تستفيدوا منها كلكم إن شاء الله. لو حد عنده أي سؤال كده المنهج خلص. حد عنده أي سؤال ممكن يسأله؟ بالتوفيق إن شاء الله. إحنا قلنا بندي تلميحات عن العوامل اللي بتساعد على الحفظ او التذكر. يعني انا بدل ما اشرح للطالب حاجة معينة اقول له ازاي ان انت تحتفظ بيها او افكره، او زي مثلا ذاكر في وقت معين ده بيساعد على ان انت تفتكر اكتر وهكذا. دي عبارة عن تلميحات ان انا بقول للطفل، مش لازم اقول له بقى احفظ واصمم ان هو يحفظ والكلام ده كله، لان في اطفال او طلاب بيعندوا. لكن انا المح لهم اقول لهم والله الوقت بتاع الصبح ده الواحد بيقدر يذاكر فيه كويس. لو انت خدت قسط من النوم وذاكرت بعدها هتفتكر الحاجات دي، بتثبت في دماغك وهكذا. اي سؤال تاني بالنسبة للامتحان؟ دي الأستاذة مريم الدعم الفني وهي هترفعه وهتحدد لكم اليوم اللي تدخلوا تمتحنوا فيه. احنا كده خلصنا النهاردة، احنا اخدنا 7 محاضرات لحد خمس محاضرات لحد دلوقتي. كان المفروض يكونوا 6 بس انا اختصرت النهاردة واديتكم حاجتين مع بعض، لان امبارح طبعا كان المفروض ندي وما اديناش والوقت اتاخر، وانا النهارده اديتكم المحاضره دي بسرعه عشان احنا اتاخرنا كتير ومن قبل رمضان. اديتكم النهارده صعوبات الادراك، وقبل كده كان في صعوبات الانتباه، اديتكم صعوبات الادراك وصعوبات الذاكره، وقبل كده اتكلمنا عن الصعوبات الاكاديميه، ودي الصعوبات النمائية، وقلنا ان هي صعوبات الانتباه والادراك والذاكرة وشرحناها. اول محاضرة في الصعوبات النمائية كانت صعوبات الانتباه، وخدناها محاضرة واحدة او جزء تكميلي لمحاضرة على جزء من الصعوبات
الأكاديمية، وبعدين قلنا كل محاضرة هيبقى في محاضرتين، بس أنا اختصرت لكم النهاردة عشان انتوا اتأخرتوا كتير، وامبارح كمان ما خدناش. لو في أي سؤال عن الصعوبات عموما، والمحاضرات نزلت على اليوتيوب ممكن تتابعوها اللي متابعشي.